يسعدنا أن تواجد معنا الآن الدكتورة نادية خليل الصايغة الملقبة بماما نادية. رحب بماما نادية كما يطلقون عليك. جزاها الله خير دكتورة نادية الصايغ من القيادات الملهمة عندنا في البلاد، وهي الصراحة هي كنز وطني عندنا، لأن أنا في حياتي كلها ما شفت أحد مثلها. وصاحبة قلب كبير، وهي أم الهمم عليها. يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس، وانت في عين اهل الامارات دانا، محفوظتنا عن كل حاسد ورماس. يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس. الدكتورة نادية الصايغ 35 عاماً في خدمة أصحاب الهمم ماما نادية، مسيرة عطرة وتاريخ حافل في خدمة أصحاب الهمم، وقصة من العطاء اللامحدود في ساحات العمل التطوعي والإنساني والمجتمعي. التحقت بكلية الآداب تخصص لغة إنجليزية خدمة اجتماعية في جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على درجة البكالوريوس في الآداب عام 1985. وبعد تخرجها بدأت حياتها العملية كأخصائية اجتماعية بمراكز أصحاب الهمم لمدة عامين، ثم عملت بمركز رعاية وتأهيل المعاقين بأبوظبي فترة 7 أعوام. اكتسبت من خلالها خبرة دعمت حياتها المهنية في مجال خدمة أصحاب الهمم، كما عملت كمسؤولة عن مراكز المعاقين في القطاعين الحكومي والخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية مدة 4 أعوام. شخصيتها القيادية المتزنة المثقفة المتميزة والمعطاءة في مجال العمل الإنساني أهلها بأن تشغل منصب نائب مدير إدارة الفئات الخاصة كمسؤولة عن مراكز المعاقين في القطاع الحكومي والخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية 6 سنوات متتالية. نصبت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أولياء أمور أصحاب الهمم عام 2001. في كل صفحة من صفحات مسيرتها الملهمة سطرت لنا ماما نادية مثالا يحتذى به في العطاء اللامحدود من خلال بعض الإنجازات التي حققتها، ومنها تأسيس مكتب استشارات أسرية لأسر أصحاب الهمم بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية، تأسيس رابطة سيدات الصم عام 2004، كما أن التجربة المهنية التي مرت بها طوال السنوات 20 من حياتها استفادت منها كثيرا من خلال تعاملها مع أصحاب الهمم، مما أثر في حياتها روحيا وفكريا وأمدها بزاد من الثقافة العقلية والنفسية وكيفية التعامل مع هذه الفئة ودمجها في المجتمع، فأكسبها خبرة كبيرة حيث أسست أول مركز رعاية وإيواء أصحاب الهمم وأطفال الأسر المتصدعة والحالات المتكررة في داخل الأسرة الواحدة، مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم عام 2004. أمام روعة العطاء ومشهد ما يمكن أن يخلفه في حياة وأيام من يعترضهم، لا يسع المرأة إلا أن يقف معجبا وحائرا. أي شكر كان سيمنح لمصير هؤلاء الأبرياء لو لم تسكن قيم الإحسان والتطوع دواخل أم وزعت بمنتهى العدل كل ما في قلبها من محبة على جميع أبنائها. تميزها في العمل الإنساني والتطوعي مع أصحاب الهمم توج بالعديد من الجوائز والأوسمة والشهادات، ومنها حصلت على جائزة رواد التميز فئة المتعاملون المتميزون، نالت جائزة الشارقة للعمل التطوعي بدورتها الثانية، حصلت على درع الاستحقاق في مسابقة الهلال الأحمر الإبداعية لذوي الاحتياجات الخاصة، نالت جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات في دورتها الأولى في مجال الخدمة المجتمعية، حصلت على جائزة الإمارات الاجتماعية، منح الشهادة ولقب سفير مبادرة دولية غذاء علاجي، والدكتوراه الفخرية سفراء الأمل. تم منحها الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث، حصلت على لقب سفيرة السلام والنوايا الحسنة من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، حصلت على جائزة أوسكار صناع الإنجاز من الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة، منحت الدكتوراه الفخرية للتميز في مجال العلوم الإنسانية والإرشاد الأسري من أكاديمية مصر العرب الدولية للتنمية المستدامة. تم اختيارها من بين أكثر 25 شخصية تأثيرا في الوطن العربي مجلة دبلوماسية،
نالت الوسام الذهبي الريادي العالمي لرائدة العطاء الأولى مؤتمر رائدات القمة بتركيا. تم تكريمها من شطة دبي في يوم اليتيم العربي على جهودها المبذولة في رعاية أيتام أصحاب الهمم. حصلت على شهادة خبير واستشاري معتمد من لايف كوتش انترناشونال للاستشارات الإدارية بالتعاون مع كلية هارفارد للتدريب بأمريكا. حصلت على الدكتوراه الفخرية في العطاء الإنساني من جامعة شيفيلد الدولية. حصلت على جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة. كرمت من مؤسسة المرأة والطفل على جهودها في خدمة أصحاب الهمم. كرمت من جامعة مانشستر على جهودها المبذولة في رعاية أصحاب الهمم. حصلت على الوسام الخاص لصناعات التغيير ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 11 للمرأة القيادية والريادية. تم تكريمها ضمن فعاليات مؤتمر دور الإعلام في دعم قضايا أصحاب الهمم. تم تكريمها في اليوم المرأة العالمي على دورها البارز والمتميز في ريادة الأعمال الإنسانية والتطوعية من الأكاديمية الوطنية للدراسات والتنمية. تم تكريمها من جمعية أهالي ذوي الإعاقة ضمن مبادرة سعادتكم سعادتنا. منحت لقب سفيرة الإبداع للأعمال الإبداعية والإنسانية من الجامعة الدولية للإبداع والعلوم الإنسانية والسلام بين الشعوب. منحت لقب سفيرة السلام الدولية من أكاديمية سفراء السلام الدولية. منحت الدكتوراه الفخرية من الجامعة الدولية بلندن. حصلت على جائزة ملتقى رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أفضل قادة لرواد الأعمال. حصلت على درع التميز من نادي الإمارات الدولي للأعمال. حصلت على شهادة خبير في العلاقات الدولية من برلمان الشباب العربي الأوروبي. تم اختيارها كأفضل شخصية عربية في مجال الأعمال الإنسانية لأصحاب الهمم ومستشار عام شبكة إعلام المرأة العربية للشؤون الإنسانية وأصحاب الهمم. تم اختيارها كأفضل خبير دولي في مجال تعزيز العلاقات الدولية من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. نالت الوسام الذهبي الريادي العالمي لرائدة العطاء الأولى من مؤتمر رائدات القمة شبكة الرائدات العربيات. تم اختيارها كأفضل شخصية عربية في نشر السلام العالمي. حصلت على درجة الدكتوراه المهنية في رسالة بحثية بعنوان الإرشاد الأسري وأثره في العلوم الإنسانية. تم اختيارها الأم المثالية على مستوى العالم العربي من شبكة إعلام المرأة العربية. تعيين وتكليف الدكتورة نادية الصايغ مستشارة ورئيسة منصة رائدات العطاء في شبكة الرائدات العربيات. حصلت على شهادة تخرج فخرية على الجهود المتميزة في المجتمع المدني والتعايش الاجتماعي من جريدة البيان العالمية. تنصيبها كنائب رئيس مبادرة معا بالوعي نهزم كورونا من الاتحاد الدولي لأمراء وأميرات العرب. تم تكريمها من الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي على جهودها المبذولة في رعاية أصحاب الهمم. حصلت على شهادة صانعي السلام من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.